يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم عندنا طبخة قوزي دياي سعودي على الطريقة السعودية، راح نطبخها وراح اعرفكم على المقادير. معاي استخدمت ديايتين وشوية سباكيتي حق التزيين، وعندي بصل، وعندي فليفلة حق التزيين ومع الليمون، وعندي بصل هني قالية شوي على اساس التزيين من فوق. خلكم معاي في البداية، راح قلنا راح نفوح الدياي. بسم الله. راح اكلمكم عن طريقة الغوزي السعودي بطريقة عامة. طبعا يبون الذبيحة ويفوحونها نفس الطريقة بالماء، ودائما هم ياخذون اللي هي الكارشة ومع المصارين ويربطونها بهذه الطريقة، وتصير نوع نفس العصا كذي بطريقة ويربطونها، وبعدين يفوحونها مع الذبيحة نفسها، وفي الأخير في التقديم نفسهم يقصصونها. ولازم تكون مزينة الصينية نفسها، الغوز السعودي فوقه مزينة هاي الكارشية مع المصارين. طبعا احنا نختلف هاي، ما نستخدم الكارشية والمصارين في قوزيننا، وراح تشوفونها ان شاء الله في طبخاتنا. دايما نخلي الماء يحمى ويفوح، وبعدين راح ننزل عليه البهارات الصحيحة ان شاء الله، بس خليه يفوح. وبعدين راح نشتغل على اليدام. اليدام ما يستخدمون الحمص اللي احنا نستخدمه اللي هو نخ العيش، يستخدمون بس البصل حتى من غير زبيب، بس البصل مع بهارات بسيطة، وبعدين يقومون بتزيين الطبق ذي نفسه. طبعا ما نستخدم البصل ذي كله، راح نستخدم حوالي حق الدياتين نص كيلو. راح نستخدم البصل حوالي نص كيلو حق الحشوة. طبعا هي غريبة ان احنا نحط السباكيتي او المعكرونية السباكيتي فوقها، بس انتوا لو خذيتوا طلب ولا خذيتوا شيء من السعودية في قوزيهم طريقتهم ما يحطون السباكيتي نفسه، ويزينونه بالفليفلة. حركوا الدياي اساس لو في راغوه ولا شيء من تحت الدياي تطلع، ترتفع الراغوه فوق. خلي البصل لين يتحمر ويتغير لونه، وبعدين نضيف عليه البهارات. مو شرط، احنا دائما في الغوزي اللي عندنا دائما نحط عليه حمص وزبيب ومكسرات مغارقه. هذه بدات تطلع الراغوه، خلص من الراغوة. مثل ما قلنا راح نتخلص من الراغوة نفسها.
نحط البهارات اللي عندنا، البهارات الصحيحة، ورق غار، حبة هيل، وراح نحط مسمار، فلفل، بهاي الطريقة، ورش شوي رشات ملح، طبعا هناك ما يسوون العيش أصفر مصوفر شوي، يحطون عليه بهارات على الدياي، لا خلونه كذي بهاي الطريقة، حطون عليه حبة ماجي إذا ممكن تحطون عليه إذا بغيتوا يعني. ممكن نحط عليه الحين البهارات على راح نحط رشة دارسين خفيفة بودرة الكاري ما عندكم كاري حطوا بزار مخلوط شوية كركم جلجلان وسنوت وشوية ليمون وراح نحط هيل عليه وعلى الدياي معنا بعد عشان الريحة نخلط المكونات كلها مع بعض هاي مكوناتها هاي اللي بتكون فوق الصحن الغوزي راح نجيب الصحن عشان نستخدمه ونشيل الحشوة لاحظتوا ان الحشوة مجرد بصل مع البهارات راح تعجبكم الطاوخة مثل ما قلت لكم راح اعلمكم سر وهو سر الطبخة الغوزي ما كنت أعلم أحد فيه بس اليوم بعلمكم إياه على أساس نسوي الغوزي والحشوة مالته نحتاج إلى بصل النعيم نقطع صغار صغار ونحط عليه هيل وشوية زعفران ونحمسه على زبدة دهن عربي وبعدين نحطه في الغوزي بين حشوة العيش لما نشغل العيش نحط شوية عيش ونحط شوية حشوة شوية حشوة تطلع الريحة على قولتهم جنون بحرك شوي بس السباكيتي وخليه يكتسب الطعم البصل مجرد انه يكتسب بس الطعم البصل ممكن ما تحطونه يا الدهن وممكن تخلونه يا الدهن كذي الحشوه مالتي صارت جاهزه طريقه التزيين مالته طبعا بفوح الدياي وبعد الفوحه بنطالعه وراح نخلي العيش ونقلي الدياي قلية خفيفة طبعا استوى عندنا الدياي راح نشيله وراح نبتدي القل لو لاحظتوا احنا ما حطينا لومي طبعا احنا في مجبوسنا نحط اللومي الاسود نستخدمه هني ما حطينا لومي اسود فالفرق بسيط مثل ما قلت لكم ممكن تحطون ماجي
عشان تكسرون الطعم في مع الدياي. راح نخلي شوي ينشف ونبتدي نقلي فيه. طبعا نشغل النار. المكونات كلها هذي ما نشيلها اللي حطيناها في البدايه اللي هي البهارات الصحيحه. نور النار حق القلي. راح نقلي. نحط العيش. بسم الله. تكت من الملح الممرقة. حطينا العيش. ننطر بس العيش لين يفوح ونشخله مرة ثانية ونرد الرسي. راح نقلي الدياي فطول ما يفوح. العيش. بسم الله. راح نبهر الدياي شوي بهار بسيط. هاي الطريقة. هاي كمون كزبرة. وهذه بودرة الكاري. شيء بسيط. وراح نبتدي نقلي. بسم الله. ناخذ لون عليه. ظل بهاي الطريقة. محتاجين بس لون بسيط. ما نبي يصير لونه غامج وايد. قلب فيه شوي على اللون. قلنا محتاجين بس لون خفيف يكون فيه. هاي الطريقة. حطوا بالكم على الدهن. طبعا احنا نقول لو كنتوا تسوونها على لحم راح ما تقلون اللحم بهاي الطريقة، راح تدخلونه داخل الفرن ممكن، وممكن تقلونه بس الافضل انكم تدخلونه داخل الفرن. بس لو قلنا طلعنا البار وسوينا هاي الطابخة راح تقلونه. انتم تشوفون العيش ابيض، ما نستخدم فيه بهارات غير الملح. قلنا خلاص دياي. لا تنسون ان احنا فحنا الدياي من الاساس. راح نتأكد من العيش. نحتاج وقت. طبعا عقب ما اشغل العيش راح اخلي الحشوه اللي انا سويته في قاع الجدر، واحط العيش الثاني عقب ارسيه من فوق هذه البصل الحشوه. راح يكون في ريحه وطعم في العيش، راح تكون طعمه وايد حلو. طبعا من ضمن رحلاتنا اللي نطلع فيها البار دائما ندور الطابخه السريعه. ان كنا في البار طبعا طباخنا دائما بيكون على اللحم والدياي والصيد، اذا كان في صيد راح نطبخه، لكن اذا كنا في البحر طبعا اكلنا دائما سمك. فدائما الانسان دائما اللي يكون في البار او في البحر يدور الطابخه السريعه. فمن ضمن هذه الطبخات انا اللي حسويت هذه الطابخه لكم هي سريعه. فممكن انت وانتم طالعين رحله تسوون هالطابخ هذه. طبعا ايش استوى
راح اشغله وارجع لكم مره ثانيه واكمل لكم سالفه البر او الرحلات. هنا راح نشغل العيش. بنرد النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا راح نشغل العيش وراح نحط اللي دام تحت في الارض في قاعة الجدر. هاي الطريقة. وراح نرجع العيش مرة ثانية حق جدرنا. بسم الله. هاي الطريقة. ننزل عليه حشوة بسيطة قيمة البصل. نرجع نحط الطبقة الثانية. وراجعها على النار. راح نرسيه بس شوي 10 دقائق. راح نجيب المقطع. بس قبل ان نجيب المقطع راح ننزل الدياي. هاي الطريقة. راح نجيب لنا زيت عربي ونشخله شوي بس عليه. وبعدين راح نغطي. راح نرش عليه بس رشة بسيطة. احنا ما نبي نرش عليه دهن وايد عشان تقول استخدمت الدهن وايد. وهاي مقطعتنا. راح نغطيه شوي ويترسى. اطلع فاصل وارجع لكم مره ثانيه. رجعنا لكم بعد الفاصل. وهاي طبختنا صارت جاهزه. راح نبتدي ننشب. في الاول راح نطلع الدياي على جنب. ما شاء الله. طريقة. طبعا حطينا الدياي داخل عشان يصيد البخار ويتم ساخن على طول. نحرك العيش مع بعضه. هاي الطريقة. بسم الله. نصف الدياي. بعدها راح نرش عليه. استخدم السباكيتي.
ممكن نستخدم التزيين. نرش عليه شوية بصل في النهاية، راح نحط المكسرات ونقول عليكم بألف ألف عافية. وصلنا إلى نهاية حلقاتنا من برنامج المطبخ، نشوفكم في الحلقة الجاية ونقول لكم مع السلامة.